عسلامة استيف جي، وماذا بينا ديما نخفوا المكياج نتاعنا وتبدا عندنا حاجة خفيفة على وجوهنا توت ان ايتون احنا مزيانين وحلوين. اليوم باش نوريكم كيفاش افيك ان ايلاينر ان كريون نجمو نبدلو توت ان روغار من غير ما نماكيجين. اليوم باش نستعملو الايلاينر بلوم اي لو كريون ميتاليزي غان ميتال باش نوريكم كيفاش افيك لي ميكرو بايات نتاع الغان ميتال اي لا كولور فيولين نتاع الايلاينر البلوم نجمو نبدلو لو روغار نتاعنا ونظهرو كاين عاملين ان ماكياج تري الابوري وحنا عاملين حاجه خفيفه وحلوه. باش نبداو لابليكاسيون نتاع الايلاينر ليكيد بلوم 4207 نبداو من الكوان انترن بشويه بشويه وحنا خارجين للكوان اكسترن. Pour les débutantes, نجمو تعملوه ان بوتي تري لسقين بعضهم ومن بعد تلصقوهم بشويه بشويه. تنجمو تقفوا لابليكاسيون نتاعكم في الكوان اكسترن قد قد والا تنجمو تخرجوا افيك اون بوتيت فيرغول بالكبر اللي نتوما تحبوه. باش نعملو لا فيرغول كيفاش نجيو من الكوان اكسترن نتاع العين ونعملو ان تري طالع بريسك حتى للحاجب نتاعنا ونوقفوه في الطول اللي نحبوه احنا ومن بعد نرجعو بيه ان فورمون ان بوتي تريانجل على العين من الفوق. لو تريانجل هذاك نعبيوه افيك الايلاينر نزينوه كاين اون في دي كولورياج وكي كان نكونو عملنا لو تري دايلاينر نتاعنا. ناخذوا لا كلاريفاينغ بريست باودر هنايا لا 1307 روزي بيج، ناخذوا لو اي شادو بروش 1815 ونحطوا لا بودر نتاعنا او غاديسيل انفيريور نسقوها او ماكسيموم او غاديسيل سافا نو بيرميتر دو نو با افوار لو كريون كي كول وهكاك القلم نتاعنا وقت اللي نعملوا له لابليكاسيون ما يسيحش وما يتهلكش. توا ناخذو لو شيمر ايلاينر بنسل غان ميتال 7604 سان كريون غري ميتاليزي فيه دي ميكرو بايات ارجنتي سو كي فا شانجي دو تري نوار تحت العين و ايل فا اكليري ان بو لو روغار و ويضوي ويحليه. بور تراسي لو تري دو كريون نبداو بالسياسة سور لو غادوسيل انفيريور لسقين الشفرة قد قد وندخلوه دون لا ميكوز باش نكحلو عيننا من داخل. ناخذو لو سماج اي سبونج 1808 pour estomper le crayon en ras de cils inférieur. C'est un pinceau à embout mousse très pointu, très précis qui va nous permettre d'estomper le crayon تحت العين نتاعنا من غير ما نخرجو بيه برشا تحت العين ومن غير ما نهلكوه. باش نكملو لابليكاسيون تاع الكريون نتاعنا نعاودو ناخذو لو بانسو 1815 ونعاودو نطفو شويه بالكلاريفاينغ بريست باودر هكاك لو كريون ما يسيحش تحت العين. Donc, on zidou une touche de poudre juste tahte le crayon qad-qad, ce qui va permettre de le fixer ou ma hadch yitharek ou ma yessihch tout au long de la journée ou la de la soirée. Pour terminer ce maquillage, on va prendre le Volume Plumping Mascara 81-415 pour une touche de mascara finale. Et voilà comment avec un liner et un crayon, نجمو نبدلو un regard ونوعو شوية من الايلاينر لكحل. A bientôt chez Elef.